ابو سيلة سؤال جواب اخوي حسن، شلون طاك السياره؟ كل ما اقول له اريد السياره ماتك ما يعطيني اياها. لا مو ذاك اليوم، من هو صارت عنده شغلات طلب سيارتي انطيتها زين، فهاي ظلت يعني عنده مثل ما تقول رد الجميل صعد الجامع. هو هسه شنو السياره يعني مناسبه؟ لا قلت له لا قلت له عندي شغله اكمل بيها شغله واجيك بعدين. زين وذا اخذت السياره من عندك انا وسويت بيها كم شغله؟ لا لو سيارتي تدرد. زين اوكي انا وياك انت خاص صديق لي طبعا وتعرفني من زمان طبعا، انا اريد اخلي الناس هسه اللي جاي باعون يستفادون. شرط اشرط على حسن هسه تخابره من اتفاق احكيها يعني. انت كل شيء ما تعرف بس مجرد خابره خابره بس شنو تريد؟ اذا قبل قبل واذا ما قبل تصير وياي ولا تتكله وياك انا؟ لا مو كله وياك يعني يعني شنو اقول إذا ما قبل حسن؟ إذا بس وياه ما قابل علينا خل خابره والله يلا خابر لك إياه؟ إي خابره راح أصوبه يلا. قاك الله أبو علي. هذا زوين زوين وياك. شلونك حبيبي؟ أنا بالبيت وطلعت بشغلة وجا علي أبو سيدة بالسيارة مالتك. هاي سيارتك أقول لك ما تبيعها؟ لا ولك سوي مشتريات 23 أبيعها سوي اشتريت. صدق؟ جرف. اقول لك سؤال وتسالك سؤال جواب يا روحي. العطر الجريد بيه ايش عندك؟ الجريد الاصلي 310 دولار يعني ايش قد يطلع عراقي؟ يطلع يعني بس لحظه يطلع 400 ل 15 ل 20 10 دولار بسرعه بسرعه سويتها جرجره. ايوه دفليكه غير احسب لك اياها. تريد هديه لك؟ اي اريد هديه بس سعره عندك 310 طيح ال 10 صير 465 ألف. 465 ألف؟ إيه هالشهر إيجار. زين أقول لك سوي لي 35 ألف أريد عرضه للمتابعين تقدر؟ شبيك زيوني خب ماكو شيء غير عطر جريد شبيك خبلت؟ عرض للعيد أريد قوي. شبيك؟ تعرف تعرض بجريد؟ جريد آه والله هاي إذا 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 سويت إيش تدري شنو الشركة الأم الفرنسية هي تخابرنا تهددنا عنه. سيلاوي سؤال إذا أذيته ما يعني تقابل علي؟ زوي شنو أذيته؟ إذا أذيته إذا أذيته يعني شنو أذيته؟ مثلا بسيارته. لا ما أنا شبيك زيوني؟ باوع ها شو ايش راح أسوي بيك؟ لا زوي لا مو أي مو هيك مو هاي الفكرة. سيلاوي هسه راح سيلاوي راح أرشيه راح أرشيه هسه راح أرشيه على مود يقبل خاف أنت مخلي عنده السيارة. لا أمانة يمي ما لك علاقة يمي سيارة يمك لا تسوي لها سوالف. باوع 465 ألف سعره؟ اي والله العظيم تسوي ليها ب 35 ألف والتوصيل مجاني. شبيك زيوني مخبل انت؟ اي مخبل اي مخبل جاي احكي صدق انت لو الشيء اي اي جاي احكي صدق مو كذا فايف روح شبيك شبيك اه انا روح والحزين تروح انا روح اي والله يلا باي باي. هو شنو باي باي؟ أبو سيلة أخوي أريد إنشائية حبيبي. إنشائية؟ إيه إنشائية. شو تسوي بالإنشائية؟ أريد أخذ لك كم شغلة من الإنشائية. يا قاعد هسه كل العراق قاعد أريد إنشائية هسه راح أوديك واحد ما يعزل. هسه وصلنا وين؟ هذا بالإنشائية انزل وصلنا للإنشائية انتظروا ايش راح اسوي؟ هذا انشائيه وهذا كهرباء. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ سبراي عندك؟ احمر بس ما يطيح حريده. بويه تمام. ايش قد عندك؟ اريد اربعه. ها اخوي ابو سيلة تفضل. شنو هذا؟ سبراي. ها؟ بوية هاي اي سفرة؟ شوي اريد اغير لونها عود ارجعها الى حبوي؟ ها والله عود ارجعها الى وانت وياه. لا والله والله العظيم والله تخابره من تليفونك. خابره من تليفوني بس رجعها الي. ليش رجعها؟ انا عندي ما يخالف يا اخي. رجعها الي سلم البصمة وانت وياه شلون كل مرة تنجاز انجاز. شلون تفشل الخطة؟ يا خطة شنو انت؟ شلون تمسوي خطة شنو؟ مو انا راح احددها من التليفون. تهددها اي بس مو ترش علي. خابره هسه والله. باوع باوع وينك؟ اشتريت سبراي مال السيارة. شبيك
هذا البويا البويا اللون الاحمر اللي ما يطيح. اريد يلمع البياض مالتك، يقول السياره ملحه. زيوني اريد اغير لون، اريد اغير زيوني. هاي الامور عوفه اترجاك يعني، انا عوفي هاي التفاصيل حبيبي. هذا وين طلع من ذمه السياره؟ السياره يمي بعد لا اخوي رجع عليك وش بعد تو يا ما لي علاقه. اي جيبها ورجع ليها، رجع ليها وعوف هذا الموضوع. ويا ما انا شو اكو واحد اكو واحد زين. اقول لك شيء، اقول لك شيء، ترى هذا جبته مو بوية، ها لا يطيح والله، بس انت خوفه. اي هذا يطيح. قل له قل له لا، قل له انا بعد ما لي علاقه، راح احط السياره زين وصار عندي شغل وهو راح يجيبها. لا يا زين يا سياره. اي والله صار عندي شغل راح اعطيه اياه، ترى عوفك من هاي الامور، بس صدق صار عندي شغل وراح اروح. والله راح اسلي اعطيه يا زيوني وهو اعطيني 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 بعد. اسمعني اسمعني، كذاب السيله، ولا عنده شغل ولا اي شيء، وكل شيء ما صار عنده، والسياره عنده، وانا وياه راح نصبخها ونفتح لك كاميرا ما دام ما وافقت على العرض. زيوني شبيك زيوني دي. الله يلا ابو سد 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 السيله سد. الو انت الو الو شو راح يصير بي؟ عباله صدق بويا هذا. الو السيلاو ترى والله عندي عندي خوش خطه، بس هذا مو بويه ما دام انا دريت به مو بويه. ايش السالفه؟ طيب. مخزن مارتي ايه؟ وين يدري هو؟ ونرشها وندق الباب وهي بعد مفاجاه يطلع. والله العظيم ايش انت. يلا شوف لنا طبقه خلنا نصبخها كلش. ين باب الشركه مارتي الا اسودنا اليوم. ها اخويا خاورته. ها سيلاوي كيف الحال؟ فر فر علي بس، فر علي فر علي. باع باع شو اشتريت؟ انزل السيلاو انزل. حتى السيلاو اختلف عليك، حتى السيلاو هلا عليك هبيناتهم. باع لي باع لي، حتى السيلاو اختلف عليك، حتى هو اختلف علي. شوف وقاته ما اصير وياك واقول اخوي. تعال ابو سامي. باع لي باع لي. هو شنو؟ شوف سيلاوي حط عليها اكس اكس. اصبخها كلها لو توافق. وين بالله وين؟ دور لي على الكاميرا وين؟ دور لي اياه. هذا هو قبالك. اصبخها كلها لو توافق. وين؟ تعال اصبخها اصبخها. زوين. راح اصبخها كلها. انت شو تدري؟ انت شو تدري؟ تعال تعال انت شو تدري؟ ما دام ما دام بس الباب توافق على العرض مال العطر الجريد. السيارة الله اخوي من ابو سيلة شعلة يعني. لا زوين هذا مو حلو اللون، مو حلو اللون زوين، هذا مو حلو اللون، مو حلو اللون، مو حلو اللون. للبيع للبيع، هذا مال زنجار، خاف الزنجر بالماي. روح يرب سيارتك. روح ير روح ير بيها ما دام بس الباب زوين. اخير مرة ترى اصبخها كلها توافق لو لا. زوين زوين خلي حكيك، هذا اللون مو حلو ما عجبني. حلو؟ لا عادي نغيره بلون اصفر. تاكسي والله هذا اللون. ايه هذا اللون احلى احلى والله. عود هو شنو والله؟ وكا ما جاي تشوف بعينك بس مو تبعد جامعة ترى ما اشوف بعد. تعال 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 يقول ان شاء الله خير. زوين جاي يهدد هذا، خليه يهدد شي يريد يسوي يسوي. الله زوين عم مشتغل قبل صباغ انت؟ يوم اسوي لك يار يا ضيف. بس باوع لها بس باوع لها خلي اصور لك ياك. ها؟ اقول لك حبي هي ظلت امانه بهزلك؟ سياره ما اريدها سيدي. اي راح اعطيك فلوس، راح اعطيك سويتش، راح اعطيك سويتش ما يريده. ايش اسوي لك يعني ما تريده؟ ها جامد جامد جامد. ها؟ والحسين يجيب لي سياره جديده. اي راح اجيب لك تاهو. والله حلوه زوين. يقول لي السياره بداني. تعال تعال قلب الحظ هذا اللي متاخر. خلص خلص والله تشينا. ها خليك تكتب حرفي زين. الله خبازه خبازه. احسن لك ايش يعني؟ شو طيح هذا الصبر بعد؟ لا لا مو خطيه. الناس يقولون خطيه. اي صدق انا اقول خطيه صح. اضحك بس انقهرت علي. اي تاخذها مني، مو عندي معارض انا تاخذها مني. يوم الناس ما اخذها عندي معارض زيوني ياخذ سياره من عندي؟ ولك انا اقول لك عن شغله ما توافق.
تخسر انت تخسر. والحسين ما وافق. اه وهيك شو صار بسيارتك وما رضيت؟ والحسين ما رضى. زيوني هذا خلص خلص بعد لاعب ثاني. اه شوف انه بضل يجيب جايب له ما ادري ايش قد والله العظيم. هاي والله ما عليك والله انا مع الاسف. هذا يا لون بلاقه هذا جو اليوم انت على الشغله انا خليك ما بطل اقول لك زوين الرقم واضح. اسمع الناس جاي الناس بالسيارات وراء بالباوي. شنو رايك؟ شتيده مو طلعت شنها رياضيه؟ مو رياضيه بعد سيناوش كتب بابا وين وصل راح يكملها كلها تبيعها على سقاطها اخوي؟ ويا ما على اسف تبيعها على سقاطها من هسه والله صار لا اكتب حسن الذيب. هاي على مود العراق باكر لعبه باكر لعبه هذا بشفره يطيح والله باعلي قبل صباغ زوين شنو داعي يعني هسه هو؟ ها؟ طبعا 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 يعني طبعا عمي يعني طبعا يعني راحة نفسية يعني لا 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 جديدة منك؟ مين يعني تاخذ؟ بالحسين اخذ سيارة مكتوبة. ايه راح انطيك لي هذا جي كلاس راح انطيك تعال خذ من المعارض وش عندي انا؟ يعني؟ والله هاي شنو منتولة؟ المهم لا تجيبوا لي السيارة طبعا يلا خليها يمنا خليها يمنا خليها يمنا ابو حتى الجامات تكسرهن بعد روح جيب لك بنزين و شنو؟ مع الاسف عليك والله وش تريد هسه؟ والحسين مع الاسف اوقف خلي بس هاي وارجع لك صدق مشروع حلو اشتيدك على هاي الرشه الصحيحه وهسه تعال خلنا نطق له الدعاميات لا كافي ولوك بعصر ويلي خطيه حسن خطيه انت والله ولا تعال ما اشوف والله السياره تجيب لنا بسوي سياره اي تجيب لك سياره الصبح ابو انا مالي علاقه ايه لا تعرفتني ولا ما عرفت اقول لك اسعرفتني ولا ما عرفت انت والله تعركه افلي شيء لك والله اي والله قل لي السياره من عندك وانا ايش علي حبيبي هسه راح اشمر لك البصمه ماكو بالجراج واقول لك روح اشتري لك شيري سياره يلا زوي انت وزوي صاحبك زوي اي هذا هو تشاس هذا ما عرفناك يلا, يعني؟ يلا 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 سد سد يلا ره عفوا تو مني السياره صار بينا باوع الامه اشتعلت زين اقول لك شغله اصدمك تدري هذا السبراير رشيته يطيح غير ما لا بويه كذبت حتى عليك لا 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 بس هوقف بس هوقف صدق صدقني بوي ما يطيح يعني انت راح تتحمله لا شوي لا والله العظيم كان حلوه هاي الدقه صارت بوجهي كان احكي وياه ومسيطر واقول له ترى بويا صدق بويا مو لا مو حلوه هاي العباس ما انا حتى ما اروح وياك راح اروح للبيت ايش فيك والله الترجمه ايش فيك عشاق والله يطيح بالماء يطيح اي ابو علي يطيح شوف باوع روح ضوجه خل روح ضوجه قل له ما يطيح هذا مالي علاج شو نسوي يعني انت من منطيها السياره منطيها لي لو الي روح اخذ فلوسك والله مالي بديش تريد اذا امشي ما تسوي لي شيء هاي
لا لا طاح بالماي النوم. لا ما يدري الصبغ مخشوش هذا بس الدب عليها ما يروح. والحسين عيب عليه بالزهرة عيب عليه وعليه من عيب. ايش قد تكلف فيها اساسا؟ ايش قد تكلف؟ ما اشتريت شداد 60 سوي كبيه صديق كذي بشاتك كلها هيك سوالفه. استغفر الله يا الله. اخذ فلوسك من عنده. مو عيب عليه والله عيب عليه. وعلي يا معلم صدق كذب وشلون انا تيزاب؟ والله العظيم سيارة اندمرت راحت. شنتوا هذا بمقلب رمضاني وهذا يصرخ بس الدب عليه ما يروح. مقلب 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 والله مقلب. روح دب ماي وتاكد. لا صدق والله. لا والله والله تحس قلبه يرجف يرجف. تعال تعال وقف. هاي ماي هاي ليش 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 ماي ليش ماي هذا شو باطي يطيح ترى صدق. ها شوف راح فركه بيدك والله. اي ايش فيك شا رجع الدم بوجهه. سويت بيز وين حمليه؟ ليش ما بطلت؟ والله تعبت. ترى جيت اسويها صدق بس قارت عيك. والله تعبت والله كافي معود. يلا خصومات وهاي كافي. انت حياتك تخلصها عذاب بعذاب. مرمرتني والله مرمرتني مرمرتني.